تعرف أبوي كيف مات بال65؟ أجي يخلعوا البيارات، لما شاف التراكتور بيخلع بالشجر قعد يعيط زي الولد الصغير، وقلب، كان معدي 90 سنة، قلب وديناه على السبيطار ومات. فقع شجر هو زارعه، الله بيعلم من أنهي سنة. لما خلعوه أخدوا الأرض، ما حسش، قول له أبو أخدوا الأرض، وقول لا بس الشجر موجود. لما أجوا يخلعوا الشجر انجن. هيك صار، خلاص تعبت، كفي يا عم، بكفي.